الكفاء والسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نواصل التذكير بهذا الحديث الراحة. يقول من مجعجوج وماجوج ب999 وملك واحد على واحد على الناس ويسلمنا نفع الناس ورطنا له ونستعد في الصبر على الضالعين ولا نقيم على الدين أبدا، ولا كلام الدين ولا كلام الفكر ولا كلام السلوك ولا كلام الخدام ولا كلام حد أحلى لا يا أسمان لا على ناس مستغنين عنهم عبيد منا أهلا وسهلا عاشونا كما هو في الحال وكما من الخير وعندي على المال أنا مش جيناكم اللي تبروا حقكم ضدنا لأن أحلى من دخلت شؤونكم أنا بعض حتى لو كانوا صرنا ساعة ساعة نحمي روحنا في ساعة بسطول ولا طفل ولا قلي حبوا الصلاة معنا خلوا المسافة اللي احنا حبوا واحدة مش لنا أدكم وصلناش كما أنتم قدرتم أنا حرب استباقية وحرب ولا كحماية لنا أنا أنتم تقولوا به احنا مش حبا نقول به ربنا يحفظ تاريخكم سألوا لكل فأما أمن جغرافي لابد أن يسعى قائد جماعة معينة على تحقيقه بعدين احنا إذا كان كما الفكر الإسلامي في هذه الصورة هي المجملة احنا المعترين احنا رأينا وقتها لكونه كسرى ليس صالح وقلب الروم ليس صالح وصدرنا يعني احنا قلنا لم تضحكي فما ورد في الحديث ما احنا على مراحل نمر بها لسه نريد استدامة فلا الحظ لا ولكن هو قد كل الحظ فرحنا لها وكان كان وانتم حد الان تختلف في المواد في بعض لا الاسلام على الشهور كلهم بس دائرة الدولة الاسلامية كلكم ما خليتم ما فعلتم في الدولات وتعلمت بليل على ان يقطع على هذه الدائرة دي في اغلب الاسرى دولكم الاختيار يا ولا ما هوش صحيح لا المطلوب من ربي لازم يطلع على حد حد ويبقون ويبقوا الله ولو خير الماكرين صحيح يقول لكم انتظروا ما بعد هذه اللحظة ماذا سيكون من هذه الدولة لأنه غلب على كما قلت من الفساد وحب الجنس وحب المال وحب السيادة وأنا غلب عليه ولكن ليس كلهم كما تتمنى بوش المال حتى فيهم من هو يحب كيفاش يوخر ويروح يركب العدو وبعد يمرق ويمتي في عمره وهذا يقعد الحظ فيه هذا شيء ثابت على الطبيعة قوله الحرب ثم المناورة ثم خدعة نفس الناس اللي مش مزنوق المناورة ومزنوق المكر بكم وكيف نزنوكم بخسة هذه حاجة ذاتية واحنا في حرب بينما حد حد وانتم طلعتم كلكم بحسابكم الشرطة وغيرها يمينها وشمالها كذا على القضاء على عودة هذه النار هي الشهودة التوتر مش تكتبوا يا خد لا عندكم وقتها شو مزيد عرب وانتم بحبك كما انتم عليها ولا عندكم سور الملك عليها الروس ولا الملك عليها الشيعة الفاسي لا هذا الطريق مش يمشي ولهذا يخلو الدولة وفي مدنكم عاش الوهو ريحكم اللي مش كيما تو براسا وسندت عسكرة معطوك على كل مزاوية وكل الأمريكا مش يجي أمريكا أخر أخر والمملكة المتخدة روسا المتخدة وكلكم فلسطين لما تلاقي مش بعدين ربنا يتغلى من هناك وصورا وشي كبير المدافع شيء عظيم يجعل الله حين يغضب
이거 내려주지. 내려와. 그렇지. 아니라, 이것만, 이거, 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 이